السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد. هذه المرة الإخوان جبت لكم طريقة أنكم كيفاش أنكم تجبدوا المودو باس ديال فيسبوك أو ديال أي موقع دخلتوا ليه بكلمة السر الهاتف ديالكم الإخوان. مهم الخوت الطريقة بسيطة وسهلة جدا الإخوان، تابعوا معي الفيديو الإخوان الأخير. مهم الخوت، أول حاجة كتجي الحساب ديالك في الجيميل، كندخلوا الجيميل على شكل الاخوان. بعد الاخوان كنجي كنكليكيو على هادي اللي فيها الحرف ديال او الصوره او حرف اللي عندك انت في الجيميل ديالك، كتكليكي عليه على هاد الشكل. كتجي لهنا كتكليكي على كريكي فوتر كونت جوجل، كتجي لهنا الاخوان، كتجي هنا كتقلب على سيكوريتي، هي هادي الاخوان كنكليكيو عليها. كنجي كنهبط لتحت كما تشوفوا معايا الاخوان، هنهبطوا لتحت تحت كا كنجيو كنلقاو هاد اللي فيها 48 مودو باس، المهم التطبيقات اللي دخلت لهم على الهاتف ديالي وبقاو فيهم المود باس، كنكليكي عليها. كما كتشوفوا معايا الخوت، هادو المواقع كاملين اللي دخلت لهم في الهاتف ديالي وبالمود باس ديالهم الاخوان. بحال مثلا فيسبوك، غنكليكي على الفيسبوك، ندخل هنايا، نجي لنا كما كتشوفوا معايا هذا الجمال ديال الفيسبوك وكلمة السر ديال الفيسبوك الاخوان. المهم الخوت، اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا واحد سبسكرايب، تعاونوا في القناة، وان شاء الله فيديو جديد.